وإلى الأخبار العالمية. العالمية جدا. العالمية خالص. لا اللي جاي ده يعني هنتكلم، وكلمنا كتير عن المتحور الجديد لكورونا، وحاجة يعني بقت صعبة الصراحة، يعني تعبنا، يعني الواحد ما صدق ان هو فعلا يخلص من كورونا بالويفز بتاعتها المختلفة، يظهر عندك متحور جديد. فالسؤال اللي احنا هنتكلم في موضوع دلوقتي، هل الكلام ده او المتحور الجديد ده هيؤثر على البطولات الرياضية ام لا زي ما عملت كورونا؟ طبعا الحدث الابرز اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو اللي قادم، دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2022 المفروض هتقام في الصين. المتحدث هناك باسم الخارجية الصينية قال بلاده بتتوقع اقامة دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2022 في الموعد المحدد رغم اي تحديات هيمثلها ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا، هو اسمه إيميكرون حاجه زي كده. يعني هو قال انا اعتقد ان المتحور الجديد سيشكل تحديا لجهودنا للوقايه من الفيروس ومكافحته، لكن نظرا لان الصين لديها خبره في التعامل مع وباء كورونا والسيطره عليه، الصين ها ماشي اعتقد لو السيطره عليه، خدت بالك السيطره عليه، اعتقد تماما انها ستكون قادره على استضافه دوره الالعاب الاولمبيه الشتويه كما هو مقرر بسلاسه ونجاح. ده كلامه. بالمناسبة كمان حقيقة نقول لحضراتكم من المقرر ان هي تقام دورة الالعاب بين نتكلم الرابع وعشرين والعشرين من فبراير بدون حضور جماهير من خارج البلاد، مع وضع جميع الرياضيين والطواقم الفنية في فقاعة طبية بيتم خلالها اجراء اختبارات يومية للكشف عن كوفيد-19. بالمناسبة برضو الصين بتطبق واحد من اكثر مفروض برامج الوقاية الصارمة في العالم لاحتواء الوباء. هل انت مع او ضد؟ هل الكلام ده مقنع او لا؟ اكيد الاراء هتختلف فيه. يعني في بلاد كمان يا كريم مع المتحور الجديد ده ابتدت ان هي تفكر ان هي تغلق على نفسها وغير وتعلق يعني الطيران وحاجات زي كده، وفي ربما هنشهد في الفتره اللي جايه يعني بعض الاجراءات اللي هتكون على الارض متخذه من دول مختلفه، لان الموضوع مش بسيط ولسه في حالات يمكن مش ظاهره في العالم كله لكن في حالات كتيره ظاهره في بعض الدول وبارقام مش بسيطه. فايه اللي هيحصل في اللي جاي؟ الله أعلم. بس فكرة أن أنت برضو تقيم بطولة فيها كلام يعني، بس المهم عندنا أكيد أن الموضوع يعدي بسلاسة، لأن لو وصل الصين وانتشر خلاص احنا عارفين اللي هيحصل. وأنا التحفظ الوحيد اللي عندي بخصوص الكلام اللي اتقال ده هي بس جملة والسيطرة عليه. والسيطرة، وما لو كانت سيطرت عليه كان زمان الكوكب كله احنا مترزين بقالنا 3 سنين. لو كانوا سيطروا عليه ما كان يعني ما كانش اللي احنا فيه ده كان حصل. وصل للكوكب كله. ما ليه بالمعنى الحرفي. بالمعنى الحرفي. صحيح.